في شيء بفاجئ فيه مؤيد مساع يعني خارج الاستديو ما شاء الله، يعني هو قيمه ولا يهونون باقي الكباتن، ما شاء الله عندنا يعني قيمه او هامات من الرياضيين بالكويت، لكن في موضوع خارج اطار الاستديو قال لنا يا عن يعني لقاء مع السير أليكس فيرغسون. قلنا السالفه مالت أليكس فيرغسون، احنا تعرفنا عليه في 2011 في نهائي الشامبيون بين مانشستر وبرشلونه، فهو لما عرف ان احنا عرب وكويتيين وجايين من هناك ايطاليا في روما، فقال لازم انتم تجون مانشستر زياره لمانشستر وتحضروا المباراه. والله فعلا رحنا مباراه اذكرها مع بولتون في ملعب مانشستر، ف حضرنا المباراه. طبعا قبل المباراه قال بسوي لكم رحله في الاستاد. هذا مكان مخصص الاستاد، ما ايه في زياره له كانه مزار سياحي. تشوف الباصات الكوريه واليابانيه والصينيه يجون نفس التور العادي الطبيعي، فلوس يدشون. والله يا ابو فهد او ياي الاخ فيصل الشعلان، انا اللي شفته داخل من بانوراما، من طبعا اول ما طلع تشوف بوب شارلتون يعني كتقدير سير، وهو كذلك فدشينا داخل. لما شفنا داخل يعني انا خجلتني، انا رياضي الشيء اللي قاعد نشوفه يعني طايفين مليون سنه. اول شيء النظام الاحترام، شفنا والله النادي، سوينا جوله صورنا ولا لا. ثاني يوم حضرنا المباراه، بعد المباراه قال هذا عنوان باشر تيوننا التمرين الصبح. عنده مباراه، انا ابي هالسالفه، ابي اعرف قيمه المدرب عشان عنده مباراه في الشامبيون مع ساسكا موسكو. يعني انا اذكرها لك بالهذا. والله رحنا ولا اسامينا على الباب، وشفنا جمهور واقف برا يبي ينطرون اي لاعب يطلع جيجز عشان يتوقيع اي فيديج عشان يصورون اندرسون روني يعني نيفل، فطاح له افرا كاريك سامي تخرع فاندر سار. فاحنا والله دشينا سامينا قعدنا ولا ينطرنا في القرفه. وانا قبل لا اروح متصل فيني الاخ العزيز ابو محمد عزيز حماده، ايوه نعم، ودار اني انا ورا، قال لي تكفى ابي فانيله يوقع لي عليها. خير مو مشكله، دق عليهم كذا واحد اخذت وياه اربع فنايل ابو فهد، وهي فرصه ما تعوض يعني. والله قعدنا عنده بالغرفه، عند غرفته فوق ورا جام، والفريق قاعد يلعب طقه واحده، قاعد يتمرنون على ما ينزل هو يعني شخصيه مو طبيعيه للامانه، وبنفس الوقت يعني حبيب. عرف طبعا انا من التقيت فيها بطالع، عرف قال، كان ويانا السفير علي خالد وعبد العزيز الحساوي اذكرهم بالخير، قال هذا اللاعب منتخب الكويت ووصل كاس العالم، مصدق. قلت له من مدرب؟ بوبي كامبل سكولري، هذا المدربين اللي انا تدربت معاهم. فرحب فينا والله، قعدنا صورنا هذا، وقلت له والله هذه الفانيله من حقه، قال فلان فلان يوقع 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 يوقع، لان هذه تدري ابو فهد هذه تنباع بالهورد 700 باوند فانيله موقعه مالت اللاعبين. وقعنا خلصنا صورنا، قال تعالوا معنا نزلوا. نزلنا معاه، ودانا غرفه مالت اللاعبين فيها، انا قاعد اقول لك شلون هذا 2011 ها، في مثل الثلاجه ولها حدايد. قال تدرون هذه شنو؟ لا والله ما ندري. قال هذا اللاعب بعد ما ينتهي الشوط الاول، عزكم الله ويكرم المشاهد، يفسخ اللابتشين يحطها داخل تنشف جهاز نشوف التطور بعدين كل واحد بعمله. فهد ما حد يدخل بشكل، خلصنا والله رحنا نادى اللاعبين. قال لي ابي شكل اللاعبين هم جايين، انت شرحت لي هذه، انا الجزئيه هذا اي هذا الجزئيه لما دشينا هم قاعد يلعبون طقه واحده اللاعبين، وتشوفهم قدامك انت هذول يعني صدق اذا قال لك الاحتراف احتراف. قال انت لاعب شنو شيء غريب في الملعب؟ قلت له الكره. جود بوي. الكره مالت الشامبيون تختلف عن الدوري الانجليزي مخططه. فصارت الفه، صورنا معاه وصار عندنا يعني علاقه معاه، حتى لدرجه شوف عشان شخصيه هذا الرجل، واحنا رادين في مطار هيثرو انا على نياتي ما ادري، وكنت بسرعه عندي جنطه صغيره فيها عطرين، ممنوع تصعد الطياره صحيح. فجت المديره مالت الجمارك بطل الجنطه، شنو هذا ممنوع؟ كان تشوف الصور وشافت الفنايل المقعه. بعدين طبعا زدتها شويه بهارات. هذه انت تعرف فرقص اي صديقي كان تسكت تفضل. فيعني قاعد اقول شوف التطور وشوف الاحتراف مو بس اخذ راتب، لا بكل شيء، بالتمرين بالالتزام. والله يا ابو فهد انه من يوقفون احترام الله شخصيه مو طبيعيه.
فالواحد يتمنى يكون يعني عندنا احنا في عالمنا العربي ها عالمنا العربي تبي رياضه صح تبي تطور تبي مستوى ابتعد عن المشاكل. لا احنا 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 ما نبيها، احنا نبي ان شاء الله الحلقه الجايه تجيب لنا التيشيرت نشوف يعني نعرض موجود موجود